جولة على المشهد الاقتصادي مع زميل خالد أبو شقرة. أهلا بكم. عاد ملف البحث في وضع سعر صرف للسحوبات الاستثنائية من الحسابات الدولارية إلى نقطة الصفر، وتفيد أوساط متابعة للجديد إلى وجود ثلاثة موانع: عدم موافقة حاكم مصرف لبنان بالإنابة على تحديد سعر صرف غير سعر السوق، مطالبة المصارف المركزي بتمويل السحوبات بالليرة لعدم توفر الليرات لديها، الأمر الذي قد يزيد الكتلة النقدية ويعرض سعر الصرف للاهتزاز، عدم قدرة المصارف على الدفع بالدولار نظرا لمحدودية السيولة. ونتيجة هذا الواقع علقت شريحة من المودعين غير المؤهلين للاستفادة من التعميمين 158 و166 خارج القدرة على السحب بالليرة أو الدولار منذ توقف العمل بالتعميم 151 مطلع العام الحالي، وهو ما يتطلب معالجة فورية وخصوصا في ظل الغلاء ومحدودية المداخيل. شهد الثلث الأول من العام تراجع كل من عدد الرحلات بنسبة 10.3% وحركة القادمين بنسبة 6% والمغادرين 6.7%، في حين ازدادت حركة شحن البضائع عبر المطار بنسبة 15.2%. كان يفترض بالحكومة أن تقدم مع بداية حزيران الحالي رؤيتها لسلسلة الرتب والرواتب التي تنوي اعتمادها كبديل عن المساعدات الاجتماعية التي تعطيها والتي لا تدخل في صلب الراتب ولا التعويضات، وهذا ما لم يحصل حتى الساعة. فما هي أبرز الأسباب؟ هي تريد أن تبقى الهيمنة السياسية على الإدارة، وهناك سبب تاني نزولا عند رغبات البنك الدولي والدول المانحة وصندوق النقد الدولي اللي هو عم بيحط خطط الاقتصادية بالتنسيق مع رغبات الداخلية للسلطة السياسية. هني ما بدهم يعملوا سلسلة كمان، لأنه بدهم يضربوا نظام الإدارة العامة، بدهم يضربوا نظام التقاعد، بدهم يضربوا نظام الموظفين المرسوم الاشتراعي رقم 112، وحولوا الموظف إلى مياوم، وعملوا عملية تمييز كتير كبيرة بين الموظفين بين بعضهم بالإدارات العامة، بين الموظف بين الوزارات، بين بعضها كوزارات منتجة ووزارات غير منتجة. يترقب المستثمرون حول العالم هذا الأسبوع صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية والقراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات، وتكمن أهمية هذه التقارير بكونها تعكس حالة التضخم وزخم سوق العمل، وبالتالي تحديد ما إذا كان الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أو يبقيها كما هي عند حدود 5.25%. توقعات المستثمرين انعكست على أسعار الذهب، إذ شهدت المعاملات الفورية في الذهب انخفاضا بنسبة 0.5% إلى 2321 دولارا للأونصة، ومن شأن أي توقعات اقتصادية إيجابية أن تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة وبالتالي عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع من جديد. ومع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا.